او او تي في موجودين معكم لنواكب الحدث. ومثل ما بتعرفوا مشاهدينا دائما نحن اكسكلوزيف. فتره الفيوتشر كثير غرق البروجرام بالسياسه صح؟ مش من اولها. وقت قلت لك توفى الرئيس الحريري طلب منا انه نكفي سياسه. شفتك يا اول جي شو عم تعمل؟ ماشي كنت عم بدخن. ليش صار؟ عم بدخن وشو عملت؟ رجعت طفيت سيجاره. وين ما بتكونوا انتوا الوجيه بتنزعوا الدنيا كلها وبتجوا البلد. اضطرينا بسبب وجودنا ب الفيوتشر انه نكون ظاهر ولائنا ل 14 فخسرنا كمان كثير من جمهوركم. من جمهورنا روح شوفون عم بقبروا بعضهم هونيك. جيت لعندي انا لان طفيت سيجاره. مسيو بقبروا بعض هونيك بيرجعوا بيتصالحوا. ما عليه. حسيناها اكثر شيء بالمسرح لانه نحن كان لما نعمل ليومين شو كانوا من كل الاحزاب والطوائف والبدكه. بعد ما صارت هيدا الشغله وبعد ما صرنا بس نحن صاروا بس يجوا 14 اذار يحضروا. طب ليه ما كنتوا تقولوا لا؟ ما كان فينا نقول لا. في اشياء ما نعملها بس ما كان فيك تقول لا لانه انت عم تسترزق من هيدا المحطه.